زال أصداء إطلاق قوات قسد سجناءها يتردد في محافظة نينوى، فالجاهزية والاستعداد على أتم وجه. في هذه القاعة أقامت منظمة الهجرة الدولية جلسة حوارية مع شيوخ العشائر والوجهاء لبحث هذا الملف. دور العشائر جدا مهم، يعني دورهم جدا حيوي، يمتد من تأثيرات عوامل التطرف، لأن هم يقدرون يساهمون في عملية السلم المجتمعي، المصالحة المجتمعية، نشر التسامح، القيم اللي تربينا عليها ممكن تحافظ عليها العشيرة في مداخل في داخل مجتمعاتنا، بالإضافة إلى قضية هم إدماج العائدين، إدماج العوائل النازحة، وذول المهمشين وذول القريبين والمهمشين إلى التطرف أيضا، كيفية احتضانهم ودرئهم بعيدا عن الغلو والتطرف. شيوخ العشائر بدورهم أكدوا على تعاونهم الوثيق مع القوات الأمنية عن طريق توعية أبنائهم في مجالسهم والتشديد على إيصال المعلومة إلى الجهات المختصة عن أي تحركات مشبوهة أو أشخاص يحملون أفكارا متطرفة إرهابية. توعية أبناء عشائرنا كيفية إيصال المعلومة الصحيحة إلى الأجهزة الأمنية، كيفية الوقوف مع أخوانهم في الأجهزة الأمنية، كيفية نبذ التطرف الفكري الموجود حاليا، كيفية التصدي إلى الإرهاب خاصة بعد الإفراج عن بعض من عصابات داعش من قبل منظمة قسد، فلا بد من الوقفة الجادة، الوقفة الحقيقية للتصدي لمثل هؤلاء. الحكومة المحلية في نينوى طمأنت المواطنين في أكثر من مناسبة على استقرار الوضع الأمني في المحافظة وعدم تأثره بما يجري في الجانب السوري، خصوصا أن الحدود مؤمنة بشكل كامل، وبالأخص بعد دخول تكنولوجيا الكاميرات الحرارية على طول السواتر الحدودية. ليس هناك أي تخوف أبدا، وإنما حدث من جانب السوري أو يعني خروج مجموعات من السجون السورية من قسط، هذا لا يأثر أبد ولا يمكن أن نتخوف أبد. اليوم قواتنا الأمنية يقظة، قواتنا الأمنية البطلة بكافة صنوفها على هب الاستعداد لمقارعة دواعش وللسيطرة على لا سمح الله على أي خروق أمنية. اليوم فليطمئن المواطن الموصلي، الحمد لله في أمن وأمان وما عندنا أي تخوف أبدا، ولا يستطيع أحد التسلل حتى أو الاقتراب من الحدود نهائيا. كما ذكرت قوات أمنية كبيرة وقوات أمنية مسيطرة، والجهود مبذولة وليل ونهار ويقظين وحريصين على أمن نينوى وعلى أمن بلدنا. من الموصل محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.